لازم كل واحدة تعرف امتى الحيض بيبتدي وامتى بينتهي. اعرف بداية الحيض ونهاية الحيض. اعرفه ازاي يا دكتورة سوزان؟ كل واحدة لها افرازات طبيعية. المفروض الافرازات الطبيعية دي ملهاش لون او لها لون طبيعي هي عارفة. كل واحدة عارفة اللون الطبيعي بتاعها، بيختلف من واحدة للتانية. بس تبقى عارفة ان ايه الدورة خلاص خلصت. الدورة خلاص خلصت، بيبقى في نوع من البلل، البلل ده افرازات طبيعية، لا تنقض الوضوء ولا حاجة. كويس؟ لازم كل واحدة فيكم تبقى عارفة بالظبط الحيض بيجي لها امتى. بيجي يقعد عندي ست ايام، انهي ست ايام حبيبتي؟ الست ايام في اول الشهر ولا في نص الشهر ولا في اخر الشهر؟ لازم كل واحدة فيكم تبقى عارفة الكلب عارفة راسها من رجليها. يعني تبقى عارفة المدة الايام اللي هتيجي فيها، وطبعا بيبقى باين جدا ان الحيض جاي لك. ازاي؟ تبقي ايه؟ ماشية كده في الشقة، ها؟ كل اللي يشوفك يخش يستخبى منك، ها؟ ودونك قريبة بقى كده، وتروح تسألي ماما، ماما وانت اللي ولا بنتكم صحيح؟ هو ولا بنتكم؟ ها؟ وتمسكي العيال تاكليهم، وتمسكي جوزك طفشان، ويعني بيبان عليك يعني انك انت كده. فلازم تبقى عارفة الأيام بتاعتك إيه، كويس؟ أي تغيير في لون، إزاي تحسبي بداية الدورة ونهاية الدورة؟ اي تغيير في لون الافرازات عن الطبيعي بتاعك، تغيير لايه؟ لاي لون من الوان الدم. الدم لونه ايه؟ في ناس تيجي تقول لك الحيض بيجيلي لما الدم بينزل. لا، الدم ده بلاقي دم يا دكتوره سوزان. لا، قبل كده بلاقي لون دم بسيط، بلاقي لون برتقاني، بلاقي لون بني. كل ده حيض. وتغيير في لون الافرازات ده بالوان الدم، الوان الدم ممكن تبقى دم لونه احمر، لو خففتيه يبقى برتقالي، لو خففتيه اكتر يبقى بمبة، لو نقطه الدم سبتيها في الجو تبقى مبيتي، ولو شفتيها اكتر تبقى بني، ولو شفتيها اكتر تبقى سود. بتقاس خلاص. فاي تغيير في لون الافرازات في الايام بتاعه الدوره، مش في اي وقت، قبل الايام بتاعه الدوره او بعد الايام بتاعه الدوره تعتبر دوره. الدوره بتجيلي من امتى يا دكتوره سوزان؟ بتقعد عندي من 6 ل 15. طبعا مفيش حاجه اسمها يوم 6، احنا مش زراير بندوس عليها، دايما بلس اور ماينس، يعني زائد يوم او ناقص يوم، مفيش حد بيبقى بالظبط كده يعني. يوم 5 يا دكتوره سوزان لقيت لون بمبه خفيف خالص. اللون البمبه الخفيف خالص ده يبقى ايه؟ بداية الدورة. في حد مش فاهم اللي انا بقوله ده؟ يبقى ده بداية الدورة. تقعد يوم يومين بالشكل ده، كل ده دورة. وبعد كده تبتدي ينزل الدم يا دكتورة سوزان، 3 ايام دم دم، بمبة نبيتي برتقاني، يقعد يوم او يومين. اليوم واليومين اللي بعد الدم ده، ده ايه؟ دورة. يبقى ممنوع الصيام فيه. مفهوم الكلام ده؟ يبقى دي اول حاجة في الحيض، بداية الحيض ونهاية الحيض. دي اول حاجة. الحاجة الثانية، عشان اليوم يتحسب لك لازم من طلوع الفجر لغاية المغرب مفيش ولا نقطة دم نزل. أنا قبل الفجر، المغرب على الساعة كام؟ على الساعة 6. 6 اللي دقيقة، إيه اللي يخليني دخلت الحمام ولقيت نقطة؟ يبقى اليوم ده إيه؟ هيتحسب، صح؟ الدم وقف إمتى؟ الفجر على الساعة كام؟ على الساعة 5. 5:05 الدم وقف. انا شفت اخر بعد الفجر كده بدقيقه، شفت نقطه كده، وبعد كده ما فيش حاجه خالص طول النهار يا دكتوره سوزان. يبقى اليوم ده هي ايه؟ هيتعاد، هيمضى، صح يا اولاد؟ مفهومه؟ طيب دكتوره سوزان، يبقى دي النقطه الثانيه في الحيض. النقطه الثالثه في الحيض، دكتوره سوزان الدم وقف عندي بالليل وخلاص، الدم وقف وهغتسل، المفروض اغتسل عشان اصوم بكره. ما لحقتش اغتسل قبل الفجر، ينفع صوم؟ ينفع صوم؟ كانت طالعه هوجه كده، يقول لك لا ما ينفعش تصوم، انت تغتسلي قبل الفجر. انا شفت ناس الدم وقف عندهم بعد العشاء وما لحقتش تغتسل، وصحت الساعه 10 الصبح ما اغتسلتش قبل الفجر، فتقول لك اليوم ده ما ينفعش تصومه فتفطره. كانت طلعت هوجه كده. وناس تانية تقول لك ايه؟ لا لازم تغتسلي قبل الفجر، كانت طلعت كام سنة كده؟ ما كنا احنا في الكلية، قالوا لازم تغتسلي قبل الفجر. وبعد كده قالوا لك ايه؟ طب لو ما لحقتيش قبل الفجر، قبل صلاة الظهر، لازم تغتسلي قبل صلاة الظهر. طب أنا هيطلع في نافوخي بقى مش هغتسل لغاية نهاية رمضان.
ينفع اصوم ولا ما ينفعش؟ يا جماعه انا لما الحيض بينقطع انا بغتسل ليه؟ مش عشان الصيام، عشان الصلاه. والسؤال زي ما كانوا بيضحكوا بيقولوا لنا واحنا صغننين ما ينفعش عشان يخلونا يشجعونا نصلي واحنا صغيرين، يقول رمضان جه يقول لي احنا ما نصليش بقى، يقول لك ايه ما ينفعش تصومي من غير ايه؟ صلاه. الصيام ما ينفعش من غير صلاه. فكانوا في نفس الطريقه الهبله اللي كانوا ماشيين بيها دي جايين بيقولوا لنا دلوقتي يعني في القرن ال 21. زي ما كانت تيجي تقول لك ايه ما ينفعش تصومي او انت مش محجبه. ما ينفعش. ايه علاقه ده؟ انت مش محجبه ما ينفعش تصومي وانت مش بتصلي. ايه علاقه ده بده؟ اللي مش محجبه، اللي مش بتصلي. اللي واحد بيسكر. الناس كلها تسكر على شربه، ده يفطر على كاس ويسكي. وصيامه صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. ايه دخل ده بده؟ دي معصيه لوحدها ودي معصيه لوحدها. ارجوكم ما تدخلوش الورق في بعضه كده. مفهوم؟ فانا بغتسل عشان الصلاه مش عشان الصيام. طيب يبقى دي النقطه الثالثه اللي بالنسبه للحيض والنفاس.